بقالي كتير بلعب بماوس عادي، ولكن حسيت بعد فتره ان السلك مضايقني لان كان وزن السلك نازل لتحت، فبحس ان في مقاومه في الحركه بتاعتي. ثبته بحاجه تقيله عشان يثبت عادي، ولكن برضو في حاجه غلط وحاسس ان الحركه يمين وشمال مش سلس. فجت لي فكره ان ارفع السلك لمستوى الشاشه والزقه بلزق عادي. عملت كده واشتغل معايا عادي، ولكن بعد فتره حسيت ان في حاجه غلط وانه شكل وحش في السيت اب، خصوصا ان انا بحاول احافظ على شكل السيت اب بالاسلاك. فهنا بقى قلت لازم اشتري ماوس وايرلس، وفعلا بعد فتره جبت حق واشتريته، وده علشان احترف اللعبه بس هي كلها جيم سنس. ولما جبته كان معايا USB علشان يلقط منه الاشاره، ركبته عادي واشتغل، ولكن بعد فتره حسيت انه بيقطع كتير. زعلت وافتكرت ان المشكله دي مشكله في الماوس، وبعد بحث طويل اكتشفت ان لازم يكون الماوس واليو اس بي قريبين من بعض على قد ما اقدر. فوصلته بالادابتور اللي جاي معاه بالسلك ومديته من الكمبيوتر لحد المكتب، ولما جيت اشغل الماوس كان احسن بكتير وضبط معايا. فقلت احكي موقف ليا ممكن يفيد حد غيري وبس.